نعم. التورية أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، والكذب صريح في أنه تكلم بخلاف الواقع. ما يهم، هذا هو فائدة التورية، أن السامع يفهم من خطابك خلاف ما تريد، هذا هو التورية، قد يحتاج الإنسان إليها. إذا حلفك إنسان ظالم عن وديعة عندك لفلان، تعرف الوديعة؟ نعم، إنسان وضع عندك دراهم، قال خذ هذه عندك وديعة، اطلع عليها شخص من المباحث وجاء إليك وقال أعطني الوديعة التي عندك لفلان، هي عندك الآن، تقول ما هي عندي، فقال احلف، فتحلف تقول والله ما لفلان عندي وديعة، يجوز. ماذا يفهم؟ يفهم أن ما نافية وأن ما عندك شيء، لكنك أنت تريد أن ما اسم موصول، فيكون إثبات ولا نفي؟ نعم إثبات، هذه التورية. أيه نعم في ضابط، أما الظالم فلا تصح توريته ولا تحل، والحكم فيها أنها على حسب ما يعتقده خصمه، ولهذا جاء في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحب، فإذا قال الظالم بهذا التأويل ما نفع، والمظلوم ينفعه، ومن ليس بظالم ولا مظلوم، من العلماء من قال إن التورية جائزة ومن قال إنها غير جائزة، والراجح أنها غير جائزة، وأن الإنسان يجب أن يكون صريحا، لأن الإنسان إذا اعتاد التورية ثم ظهر الأمر على خلاف ما ظهر من كلامه اتهمه الناس بالكذب وأساءوا فيه الظن، لكن إذا كان مظلوما فهذه حاجة، والظلم قليل بالنسبة للحوادث. فإذا جاء إنسان وقال يطلبك 100 ريال حقا في ذمتك له 100 ريال وتخاصمت ما عند القاضي، فقلت والله ما عندي له 100 ريال، هذا نفي أمام القاضي ولا إثبات؟ نفي. إذا أردت أنه إثبات فقد وريت، لكن وريت وأنت ظالم، يعني لو نويت والله الذي عندي له 100 ريال كنت ظالما، فلا تنفعك التورية. والخلاصة التورية للمظلوم حكمها طيب، للظالم غير جائز، لمن ليس ظالما ولا مظلوما على خلاف بين العلماء، والراجح أنها حرام. نعم.